الجمل عشان تجي. التحضيرات معنا كانت باهية برشا في الجو باهي زادة، وإن شاء الله ماشي إن شاء الله معنا غادي باش نعملوا دورة باهية إن شاء الله حاضرين نعرفوا معنا الشأن هذه عندها قيمتها. إن شاء الله نعملوا غادي دورة باهية وإن شاء الله نشرفوا بها تونس كاملة إن شاء الله. جاهزية والله ممتازة جدا، يظل قمنا باللازم تو معنا سي بدات عندنا الشان معنا سي ان شاء الله ماشيين ان شاء الله احنا غادي مش باش معنا ان شاء الله باش نعمل ان شاء الله حاجة باهية برشا ان شاء الله يا ربي يوفقنا بإذن الله. التحضيرات كانت معنا تحضيرات باهية معناها ان شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم ونروحوا معناها بنتيجه باهيه ونفرحوا الشعب نتاعنا اللي هو في حاجه الفرحه. معناها تورنوا كما ذي تخلينا باش نوريو وجه جديد للكره التونسيه ونزيدوا ناكدوا معناها الترتيب اللي خذيته البطوله نتاعنا. ان شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم ونجيبوا ان شاء الله نروحوا بالكوبا ذي ان شاء الله. تونس احنا عندنا جمعيه باهيه وعنا اللي كاليتي معناها عنا جوارات بهين وانا ما نخافوا من حتى جمعية، خافوا كان من رواحنا ان شاء الله كي يكونوا حاضرين ما تخوفنا حتى جمعية ان شاء الله. التحضيرات كانت على احسن ما يرى، حاجة باهية لكونه الاجواء باهية في المنتخب اليوم اول تجربة معه صحيح معناتها بعد الارهاق ومتاع الشامبيونات تعب اليوم نلقاو رواحنا سافا نجموا نمشيو ندافعوا على حظوظ المنتخب ان شاء الله. معناتها الناس اللي عاتها فينا ثقه واللي تكلموا قالوا معناتها على الدوره ذي الشان مش حاجه كبيره درا شنو لا اليوم لابسين مليون منتخب لازمنا ندافعوا عليه ان شاء الله نمشيو نطحوا باش نمشيو نوصلوا لبعيد وعلاش ليه ما نروحوش بالكاس هذايا نزيدوا نشرفوا تونس. تقريبا الناس تعرف اللي كونوا معناتها اجواء داخل المنتخب كانت علاقه اخويه هذه الحاجه الباهيه اللي كونوا القلوب صافي القلوب باهيه الاولاد معناتها صغار معناتها ان شاء الله معناتها اللي معلين علينا نمشيو كما قلت لك اص حاجه نمشيو باش نمشيو نخدموا مع على تونس يد واحده باش نفرحوا ونجيبوا الكاس هذايا. كانت تحضيرات طيبه ظروف ملائمه يعني التحضيرات هذه ان شاء الله نروحوا بريزولتا بوزيتيف من رواندا ان شاء الله ونكونوا متواجدين. صحيح اول كومبيتيسيون مع ليكيب سينيور ما شهر ونص التالي كنت مع ليكيب اولمبيك في الكان 23 في السنغال يعني بالنسبه لي انا ما تفرقش على الكان 23 كيف نفس الكومبيتيسيون ان شاء الله يعني نخدم على روحي وان شاء الله نروحوا كما قلت لك بريزولتا بوزيتيف ان شاء الله. والله جو عائلي معنا كل الاولاد كل اصحاب كل نعرفوا بعضنا نحينا تو الانتماءات نتاع الفرق تو مصلحه واحده مصلحه المنتخب هاو حظوظنا وفره ماشيين غاديك باش ندافعوا على حظوظنا الكل ان شاء الله نكونوا في عند حسن الظن التونسي كل ما عاملين علينا ان شاء الله. والله شو نقول لك التكهنات ديما صعيبه لا محاله اللي بيه الفائده معناها نحاولوا نكونوا لو جور جي بيان كونسونتري وحاضرين كما يلزم وسيرتو عاقدين العزم باش نمشيو بعيد في التورنوا هذا ان شاء الله. والله تحضيرات عاديه يعني تعرف معناها مازلنا كي خرجنا من السيكل نتاع الشامبيونان نورمالمون الجوارات كل معناها حاضرين فيزيكمون ان شاء الله قعد المونتال يزمو يتبع ان شاء الله. با مالغري لي ريفاليتي كيا انتري لي كلوب كون اون في اون ايكيب ناسيونال اون في اون جروب اي اون فورم ان جروب اي فوالا كوم جي تي دي اون فالا با اون فاسي دي فير دي بون ريزولتا. تو كل شيء اصبح جاهز بالنسبه للرحله تاع منتخبنا الوطني التونسي في كيغالي هنا كل شيء حاضر وكذلك في كيغالي باعتبار انه فما زوز من الناس زملائنا محمد الغربي مسؤول عن المنتخبات الوطنيه في الاداره نتاع الجامعه وكذلك انيس يعقوبي الزوز موجودين على عين المكان باش يامنوا الامور اللوجستيه الكل الكار اللي دخلت في الديليغاسيون كذلك الوتيل كل شيء تقريبا يصبح جاهز وهاو تو المنتخب وصل للمطار معناها ان شاء الله كل شيء امريكا ديريكت الفندق باعتبار انه معناها البرمجه تولي
خاضعة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. اليوم فماش حصة تدريبية، ممكن شوية في الـ في الـ في الوتيل، ولكن الحصة التدريبية غدوة باش تكون في كيغالي، أو الحصة التدريبية قبل الحصة التدريبية على الميدان الرئيسي في ملعب كيغالي. الحمد لله كنا حاضرين بالكدا، وظهر لي كل من جو في مستير يفرحوا بنا أهالي من المستير. إن شاء الله بقدرة ربي نفرحوا الشعب التونسي ونهزوه التيتر هذا إن شاء الله. شنو حظوظنا في مجموعة فيها نيجيريا، نيجر وغينيا؟ حظوظنا إن شاء الله بقدرة ربي نكونوا إحنا حاضرين كم يفو، إن شاء الله بقدرة ربي نتعدي إن شاء الله. يتصل بي مسؤول منهم واتصلوا بسي سابر، معناه كل شيء بيد الملعب الجيبسي، كان فما حاجة ربي سهلها. بالنسبة للنجم السياحي فما اتصالات؟ خويا اتصلوا بي وظهر لي كما حكى زياد، ما نجمش نراجع عليه، خويا الكبير هذاك وربي.